عايز استغل فرصة وجودك معايا، وعارف انك تتابع كرة القدم المصرية دائما وابدا بشكل دائم. يعني السوبر المصري خلاص على الابواب، مباريات قوية جدا بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز، شايف البطولة دي ازاي؟ وشايف من وجهة نظرك مين المرشح الاقرب للفوز بيها؟ البطولة بالطبع مش سهلة على كل الاندية، مع احترامي للاندية كلها، يعني انا شايفها هي تجمع حلو جميل، وخاصة في الإمارات، وستكون الجالية المصرية والعربية حاضرة وبقوة لسمعة وقيمة الكرة المصرية على المستوى العربي بحكم عراقتها وتاريخها وكل شيء بشعبيتها الكبيرة في الوطن العربي. شاهدنا منذ أيام في ملعب المملكة أرينا في السعودية السوبر أو الكلاسيكو العظيم، السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، العالم كله كان محط أنظار العالم كله. أنا شايف طبعا هناك سيراميكا هناك بيراميدز مع الزمالك والأهلي، أكيد منافسة ستكون قوية جدا. البعض يسأل هل يفعل سيراميكا المفاجأة أمام الأهلي؟ كرة القدم ورد فيها كل شيء، ولكن الأهلي صعب أن يفقد هذه البطولة وهذه الأمور عندما يكون الكبير والأسد جريح. انتفاضة ستكون صعبة جدا. أرى أن السوبر المصري متجه إلى لمن عشق البطولات والألقاب، النادي الأهلي، مع احترامي أيضا لبيراميدز ومع احترامي للزمالك، لأن الزمالك سيكون في محك صعب جدا أمام بيراميدز، من الصعب أن يجتاز بيراميدز، أقولها بكل أمانة. لكن أنا أتمنى أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك، لأن المكسب لنا جميعا أن نرى نهائي يتكرر في أقل من شهر في سوبر مصري سوبر أفريقي. كابتن حازم، الأهلي من الصعب أن يخسر بطولتين في شهر واحد، لأن في التاريخ الأهلي ما خسرش بطولتين في شهر واحد أكثر من 113 سنة من التاريخ، أو فالأمر صعب يعني. كابتن حازم، خلال متابعتك لكرة القدم المصرية ومشاركة الفرق المصرية في البطولات الأفريقية، إيه المباراة اللي أنت كان بقى وأنت بتتفرج عليها تقول إيه أنا كنت عايز أعلق على المباراة دي، أو هدف معين كان نفسك تعلق عليه؟ أي حاجة للأهلي. أي حاجة للأهلي. طب إيه تحديدا للأهلي؟ طبعا الاهلي ده حكايه لوسام ابو علي، احد المكاتب الكبيره، وكنت اتمنى اعلق على اهدافه، وانت في فتره زمنيه قصيره سجل اهداف كثيره يعني. كنت اتمنى اعلق عليها. كابتن الكبير، كابتن حازم الكتيجي، معلق الرياضي الليبي الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده، كان وحشنا وسمعنا صوت واحد من المعلقين العرب الكبار يعني.